مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بعد جديد، تحياتنا لكم. عم نحضر لكم نشره اخبار طقسيه لطيفه، ومحمد عم بيحضر قهوته عشان يشرب قهوته على رواق ويقعد معنا على الكرسي. بدك قهوه محمد؟ صباح النور اسامه، كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه. بدك شو قهوتك؟ انا والله شوف احكي لك شغله، انا قهوتي ساده حلو. بس يعني في معك مجال تسوي لنا قهوه؟ بسوي لك قهوه لو اسمع. احنا اليوم بدنا نشرب قهوه نحكي عن هاي الحاله الجويه كيف بتتغير الخرائط، وبدنا نحكي اكثر مثلا يعني كيف انت عندك مثلا احيانا بيجي منخفضات جويه، هاي المنخفضات الجويه كيف خلال اسبوع بتتغير. احنا كنا بنحكي درجه ثانيه قابل للتطور، هسا راح اخبرك شو صار. درجة ثانية قابل للتراجع. فعلا يعني هذا منخفض الان حسب اخر خبر، بعتقد قسم العمليات في طقس العرب ربما خلال ساعات قليله راح يغير التصنيف، حيصير من الدرجه الاولى هذا منخفض، او يمكن يبقى على الدرجه الثانيه. طب ظل في امل يتطور محمد. احنا المره الماضيه حكينا وشرحنا على الوايت بورد، على اللوح الابيض، حكينا شو المسارات المتوقعه، وفي كان واحد من المسارات انه ما ينزل علينا على المملكه وما نتاثر بالمنخفض القطبي اللي احنا بنرتجيه او بندور عليه. صح. اتوقع تحقق السيناريو الأسوأ كالعادة للأسف، يعني الحمد لله رب العالمين. هاي مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني بدنا نعرف بالتفصيل ليش طار الثلج، خلينا نقدر نحكيها باللغة العامية. طبعا المنخفض. طار المنخفض. والله طار يا أسامة. شوف شو اللي صار، شو السيناريو اللي صار. السيناريو اللي صار انه المرتفع الجوي اللي حكينا فيه المرة الماضية اللي هو كان على تقريبا شمال إسبانيا والجزر البريطانية او قريب الجزر البريطانية ما تعمق بشكل كافي للشمال، وبالعكس تراجع للجنوب قليلا مع دخول عواصف من بريطانيا. دخول العواصف من بريطانيا دائما احيانا او دائما يعني كنت اقول انه احيانا بتساعدنا، لكن في معظم الاوقات دائما بتخلي الهواء البارد يطلع لعروض عليا، عروض عليا يعني مناطق اعلى. وبالتالي اللي صار اسامه انه هذا ما تحقق. هذيك المنطقه اصلا هي منطقه ذات تغييرات كثير كبيره، وكل يوم عن يوم بيفرق. حتى هواة الطقس وخبراء والمتابعين للطقس كان يجد انه كل يوم عم بكون في تحديث متباين. الصبح بصحى بلاقي تحديثات من النماذج بتعطي امل للثلوج، بعدين الظهر طار، المساء بيرجع تحديث جديد بلاقي انه رجع. وهذا كل الامر شايفينه من البدايه، عشان حكينا احنا الثانيه اول شيء، ما رحنا الثالثه مثلا مباشره. احنا حكينا الثانيه قابل للتطور. وبرضه بنفس الوقت يعني لما طرحنا انا وياك اذا بتتذكر السيناريو، قلنا انه في سيناريوهات تدعم انه ما يجيش منخفض، وقلنا انه في بعض الاوقات حتى هذه المنخفضات تتراجع وتختفي. يعني سبحان الله هذا هو ما حدث. ما حدث انه بشكل عام المرتفع ما تقدم بشكل كثير كبير، ونتيجه ذلك اللي صار انه المنخفض موجود في شرق البحر المتوسط، ولكن تاثيره مش من يعني مش من الدرجات المتقدمه. فعم نحكي هسه درجه ثانيه. ربما الشباب في قسم العمليات اتخذوا قرار بالاجماع انه مثلا يكون في درجه اولى بناحيه تراجع التصنيف، او يبقى على درجه ثانيه، لساتهم في نقاش في هذا الموضوع. لكن بشكل عام ما في ثلج حاليا، ما هو واضح في هذا المنخفض. في بروده كبيره في الاجواء راح تكون يوم الجمعه، بس ما في عم نحكي عن تساقط ثلوج. في المقابل اليوم اسامه ما زلنا بنحكي عن تشكل للصقيع، صار له 5 ايام اذا بدي ارجع بس هذا الموضوع. الاجواء صحيح. مستقره هاليومين. بكره في عنا جبهه دافئه. دائما بجوز ناس بتسالنا شو ليش بيجي دفى قبل المنخفض، هو دائما هناك ما يسمى بجبهه دافئه. فالجبهه الدافئه هي تاتي قبل المنخفض الجوي، ولما بنحكي على قبل المنخفض الجوي بيومين ثلاثه زي اليوم زي بكره الحراره بترتفع، الجو بيستقر، تظهر بعض الغيوم، وبعدين تدخل الجبل البارد، بس يعني على درجه ثانيه مش على درجات اعلى. يعني احنا بنحكي الله يجيب اللي فيه الخير، ان شاء الله تكون الامور تمام. صح. هي بالنهايه احنا نختم نشراتنا الجويه دائما بانه الله اعلى واعلم. صح. والله اعلم والحمد لله رب العالمين. يعني احنا خلينا نحكي محمد عن المنظومه الجويه، انت حكيتها المره الماضيه، للاسف اختلفت من 7-8 سنين، عم نكون على اطراف المنخفضات، هذا بما يخص الثلوج. ولكن الحمد لله رب العالمين الشتاء الماضي واللي قبله كأمطار بحمد الله سبحانه وتعالى ممتازة. نتمنى أنه هذا الموسم أيضا الأمطار تكون ممتازة، الأمور تكون إن شاء الله 100%. يعني شوف طبعا إحنا خلال يومين كمان رح أنا بدي أجي. أهلا وسهلا سيد، تفضل. تمام. يعني سهل. إحنا إن شاء الله يعني أسامة متوقعين أنه تفضل متوقعين أنه يكون في طبعا في نشرة جوية شهرية
راح تصدر من طقس العرب اللي خلال أسبوع يعني نحكي عن شهر 2. ف يعني مؤشرات النشره لساتها مش واضحه، راح يكون الشباب برضه بيشتغلوا عليها، بس عم نحكي في ارتفاع قادم على درجات الحراره بشكل واضح بعد هذا المنخفض وبعد هذا الارتفاع. يعني راح يكون عندنا اليوم وبكره استقرار منخفض جوي بيوم الخميس والجمعه، لكن من الدرجات القليله يعني اولى او ثانيه. نحكي بعديها عن ارتفاع ملحوظ وملموس على الحراره بشكل واضح. بعدين بعد ذلك راح يكون في عندنا مره ثانيه منخفض جوي، لكن اكثر ربما يميل لعدم الاستقرار. احنا خلص دخلنا في شباط، هلا شباط بنحكي عن مع الرباط بصير في شوف ما زالت فرص الثلوج لشهر 2 اتوقع قائمه. هو شهر 2 اصلا مناخيا في الاردن هو افضل الاشهر للثلج في الاردن. السبب انه شهر شباط هو شهر بتميز بالتقلبات اللي كثير كبيرة، بتصير بسرعة كبيرة جدا ما بين دفء وبرد، ما بين انتقال للرطوبة اللي بتصير ما بين المناطق مختلفة. يعني بمعنى آخر بيصير في ضخ رطوبة أكثر في الغلاف الجوي، بيزيد عدم الاستقرار. خلص البرد سبحان الله بيصير بشهر واحد في كل نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، تستقر الكتل. استقرار الكتل بقصد انه لا يعني انه بضل فيش امطار او ثلج، لا بس بقصد انه خلص ما في كثير تباين عالي جدا. بشهر 2 سبحان الله بيصير في تباين، وهذا التباين بعطينا حالات عدم الاستقرار او منخفضات ذات عدم الاستقرارية العالية. فمناخيا لما بننظر بنلاقي حتى انه اخر 2 هناك تاريخ ذهبي للاردن بالنسبة للثلج، هو 24/2 ل 1/3، هذا التاريخ تعددت فيه اكثر من 10 ثلجات في الارشيف. يعني لاحظ مش اول 2 مش نص 2، اخر اسبوع من شهر 2 وبدايات اذار كثير تكررت عواصف ثلجيه في المناخ في الارشيف المناخي. فبالتالي احنا اليوم شايفين انه راح نتجه الى تقلبات جويه بعد هذا المنخفض الجوي، ارتفاع ثم انخفاض. خلال يومين ثلاثه من خلالك ممكن يكون في عندنا نشره جويه شهريه، بس بشكل عام يعني الاجواء ما زالت خيره وفيها امطار. للاسف ما وصلنا للمعدلات اسامه صراحه، يعني احنا كنا كثير معولين على منخفض تبع يوم الجمعه، انه خلص اذا جاء منخفض الجمعه بدرجه ثالثه او ثانيه ممكن يعدل قوي الارقام، لكن يعني مش واضح هذا الكلام راح يصير. ولسه في امل للتغيير ترى، يعني احنا بنتامل لسه انه يصير تغيير منخفض الجمعه. احنا ساعتنا يوم الثلاثاء، طالع عندنا اربعاء وخميس وجمعه ثلاث ايام، بس نسبه التطور لانه يكون في ثلوج او نسبه التطور للدرجه الثالثه مع ثلوج ضعيفة نوعا ما. خليني اقول لك انها صحيح ضعيفة قليلة، ولكن بجوارنا يعني مناطق القريبة منا مثلا جنوب تركيا، اليونان، قبرص وسوريا او الاجزاء الشمالية لسوريا، يعني هناك الظروف جيدة جدا وهناك منخفض قوي يعتبر على تلك المناطق. فليس ببعيد الموضوع، ولكن يعني قليل لنشوف تغييرات جوهرية خلال فترة حوالي تقريبا 72 ساعة اللي هي هاي الفترة الضالة للمنخفض الجوي. ولكن شفنا في بعض السنوات التغييرات، يعني احنا شفنا مثلا إلكسا ظهرت على الخرائط متأخرة جدا صحيح؟ جدا متأخرة وكان في تخبط كبير بالنماذج، ومش بس هيك التغيير اللي صار حتى أثناء المنخفض كان مختلف. يعني الله يرزقنا مثلها صراحة، من أحلى المنخفضات بكل المجالات، بس يرزقنا مثلها والدولة تكون مستعدة يصير شو صار. والله أعتقد إحنا يعني بعد هلكسة كنا مستعدين كثير بس ما جاش ثلج. فإن شاء الله إن شاء الله بيجي، وإن شاء الله يكون شهر 2 و3 في تعويض. نتمنى يا رب. محمد بدي أشكر وجودك معنا، إن شاء الله تكون الأمور تمام. عنو نولي هذا الفيديو اللي راح ينزل إن شاء الله بعد الحلقة، ليش طار الثلج مع محمد الشيخ؟ هيك تكون عنوان الفقرة طبعا 100%. وان شاء الله يعني بدي احكي بس شغله، انه النماذج الجويه العدديه هي نماذج تتغير كل حوالي 6-7 ساعات، فدائما احنا بنحاول انه نخلي الناس اولا باول بالحال الجوي. الله يجيب اللي فيه الخير. محمد اشكر وجودك معنا، لنا لقاءات اكيد متعدده خلال الاسبوع القادم، بل يعني املنا بالله كبير انه تكون الامور بالنسبه للشتاء اولا والثلوج اللي مشتاقين كلياتنا نشوفها، الله يجيب اللي فيه الخير. اكيد مشاهدينا الاعزاء، المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد شاكر كان معنا. راح نروح على فاصل نرجع عشان نختم معاكم برنامجنا اليوم، خليكم معنا.